سلاح مرعب يضمن لصاحبه حكم العالم، الجاسوس الذي سرب أسرار القنبلة النووية. في سبتمبر عام 1949 رصد العلماء الأمريكيون نشاطاً إشعاعياً من داخل الاتحاد السوفيتي، ليعترف الرئيس الأمريكي ترومان بأن السلاح النووي أصبح بيد السوفييت. يا لها من صدمة للأمريكان، ولكن من وراءها؟ إنه عالم الفيزياء الألماني كلاوس فوكس، الذي نجا من معسكرات الاعتقال النازية واعتنق الفكر الشيوعي ليصبح جاسوساً لبريطانيا في عام 1941، وقد عمل على تطوير برنامج بريطانيا النووي. ولكن في ديسمبر عام 1946 فك الأمريكان شفرة اتصالات سرية ليثبت لهم وجود تجسس سوفيتي على مشروع مانهاتن النووي. وبعد مواجهته بتلك المعلومات، اعترف فوكس عام 1950 بأنه نقل أسرار القنبلة الهيدروجينية للسوفييت، معلومات ضمنت لهم الصدارة لمدة عامين في سباق التسلح النووي.